أمطار جدة من جديد وللفساد بقية، وحملة وطن بلا مخالف تضبط أكثر من 36 ألف مخالف. وأيضا معنا هذا المساء مواطن يشكو تسبب صحة الطائف بوفاة ابنه وإهمال الثاني، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في لقاء جديد في برنامجكم يا هلا. وبالتأكيد نبدأ حلقتنا بمتابعتنا للأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة اليوم، حيث شهدت أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة. بدأت هذه الأمطار بالهطول منذ ساعات الصباح الباكر على المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، فيما تسببت غزارة المطر في تعطل أبرز الطرق الرئيسية وإصابتها بالشلل المروري. طيب، احنا كان رتبنا مع أمانة جدة، ومن المفترض أن يكون معنا الآن في مداخلة هاتفية وكيل أمين محافظة جدة للمشاريع المهندس محمد الغامدي، ليطلعنا على الحالة الآن في طرق جدة بعد هطول الأمطار، ويطلعنا على ما تقوم به أمانة جدة لمحاولة تدارك الآثار من هذه الأمطار. ما زلنا في محاولة الاتصال به، يبدو أنه لا يوجد رد رغم أنهم أعطونا الإجابة السابقة بأنهم سيتواصلون معنا. عموما ملف سيول جدة، يعني هذا ملف من الملفات اللي طرحت بشكل كبير، وبالتحديد أنا أتكلم عن منبر برنامج يا هلا اللي كان هذا الملف من عام 2009، وهو تبنى هذا الملف ويطرح هذا الملف ويتحدث عن سيول جدة وأضرار جدة وكارثة سيول جدة اللي كانت عام 2009 وما تلاها كذلك أظن عام 2011 أو 12، والآن ها هي المأساة تتكرر بطريقة أخرى. المسؤول اللي مفترض أنه يكون معنا باتصال هاتفي ويجاوب على أسئلتنا وأسئلة كل أهل جدة، ما الذي يحدث في جدة وما هي الحالة في جدة؟ للأسف لم يتجاوب معنا رغم أنه أعطانا الإجابة بأنه سيكونون معنا باتصال هاتفي، لكن بنوجه رسالة، وهذه الرسالة خليني أنا أعتبرها بلسان كل واحد أو كل مواطن، وبالتحديد مواطني مدينة جدة وكأني بهم، وكل واحد من أهالي جدة يقول بصوت مسموع موقن بإذن الله أنه سيصل صوته، أنه إلى متى وأيدينا على قلوبنا، يعني أعيننا في السماء تراقب الغيوم ما بين فرحة المطر والخوف مما قد يحدثه المطر. إلى متى ونحن غارقون بالأمان بأن تمر غيمة الغيث هنية دون أن يكون عابر الطرق ضحية والساكنون بيوتهم على أهبة الاستعداد بأن تكون دموع الغيث ضيفا عزيزا عليهم تتجول بين أروقة منازلهم عاما بعد عام، تاركة خلفها دموع الحزن والدمار. وأظن تابعتم مقاطع للمياه وهي تجتاح أحد المنازل في جدة. جدة يا عروس البحر، اعذرينا لكن ثقي أننا في عهد الحزم ولن ينجو من أساء لك وجعل المطر دموعك التي بها تنزفين على مر السنين. وبالتأكيد يبقى التساؤل باحثا عن إجابة أكاد أجزم أنه قد اقترب سماعها، والسؤال: هل نحن مستعدون للمطر أم للفساد؟ بقية حان وقت أن تجتث
هذه البقية وأن تزول آثار الفساد على مر السنين ومشاريع التصريف والصرف الصحي لجدة والحديث عن مليارات صرفت لجدة لأجل أن تبنى بنى تحتية لجدة تستطيع أن تواجه أي تحديات. لكن ما إن تأتي زخات المطر إلا وأن يتكشف لنا حقائق، ولا أتوقع أن سيطول الإجابة ولن يطول الوقت حتى ينال العقاب كل مسؤول كان فاسد في جدة. مليارات كان مفترض أن يستفيد منها مواطنين وأن تستفيد منها جدة في مشاريع بنى تحتية قوية تواجه هذه المآسي اللي تكررت أكثر من مرة. دعوات من مظلومين فقدوا أهليهم وذويهم بسبب السيول التي جرفتهم أو بيوت اقتحمتها السيول، معاناة ما زالت مستمرة، ولكن حان الوقت بالتأكيد لأن يوضع الحل وكلنا ننتظر الإجابة مع إشراقة شمس الغد إن شاء الله. طريق الأمير فيصل بن فهد 1000 موقف، 1300 موقف، 1600 و1300، وعندنا في المرحلة 1 2 3 1000 موقف، ونحن شغالين إن شاء الله شغالين. شكرا لكم. هل جدة مستعدة للأمطار؟ شكرا لكم جميعا. أشكي لمين 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 أشكي لمين، والخصم أنت والحكم أشكي لمين، أشكي لمين 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 أشكي لمين، اشعر بقلبي اللي انظلم وياك سنين، اشكي لمين 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 اشكي لمين، والقسم انت والحكم اشكي لمين، ما انا شكوتي منك اليك. وفرحتي ودمعي في ايديك، وان كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك، اشكيك يمين، اشكيك يمين، يا أهلا فيكم. ضبطت الحملات الأمنية المشتركة لمخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وطن بلا مخالف أكثر من 36 ألف مخالف في كافة مناطق المملكة بحسب آخر البيانات الصادرة عن نتائج الحملة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي، نتابع. دمت يا وطني شامخا معطاء، دمت ذخرا وفخرا، دمت عزا ومعزا، قلت وأمهلت والآن فعلت. وطن بلا مخالف، هذا هو شعار الحملة التي أطلقت قبل حوالي 8 أشهر. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأيام الثلاثة الماضية عن ضبط 23,938 مخالفاً في مناطق المملكة كافة، منهم 15,702 مخالف لنظام الإقامة و3883 مخالفاً لأمن الحدود و4353 مخالفاً لنظام العمل. ووفقا للإحصاءات تم ضبط 42% منهم في منطقة مكة المكرمة و19% في منطقة الرياض و11% في منطقة عسير و6% في منطقة جازان و5% في المنطقة الشرقية.
وأوضح البيان أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 574 شخصا، 77% منهم يمنيو الجنسية و21% أثيوبيو الجنسية، كما تم ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. وها نحن على طريق الوطن بلا مخالف، شكرا لرجال أمننا وقواتنا، أبدا ما بقينا. للحديث أكثر عن حملة وطن بلا مخالف ينضم لنا في الاستوديو المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب. خطر حياك الله معنا في برنامج يا هلا. حياك الله أستاذ خالد ولمشاهدي قناة روتانا برنامج يا هلا خليجي. حياك، يعطيكم العافية الحقيقة أنتم في الجوازات وجميع الجهات المشاركة معكم في هذه الحملة، واللي ما شاء الله يعني توقع خلال 6 أيام تتكلم عن عدد 36,000 مخالف تم ضبطهم، أتوقع واضح الجدية في التعامل مع هذا الملف. ليس المديرية العامة للجوازات، إنما وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها والوزارات الأخرى التي لديها اختصاص التفتيش والضبط الميداني، وزارة العمل، وزارة التجارة، جميع قطاعات وزارة الداخلية تعمل في الميدان خلال الفترة الماضية، يعني 6 أيام منذ بداية الآن وزارة الداخلية عن بدء الحملات الأمنية لمخالفي وضبط المخالفين نظام الإقامة والعمل من الحدود للضبط وتعقب هؤلاء المخالفين. طيب نبي نعرف آخر مستجدات هذه الحملة. أنا خلنا برجع معك بالوقت شوي وراء، يعني بالزمن، ما راح أتكلم عن الحملة الآن، الحملة بدأت لها 6 أيام، راح نرجع شوي وراء قليلا. كنت معكم قبل فترة، المهلة هي إيه؟ الحملة الحالية هي استمرار الحملة الماضية اللي بدأت 1435. في مرحلة من مراحلها صدر أمر سامي كريم، توجيه إنساني ملكي من قبل سيدي خادم محمد الشريفين بإعطاء مهلة للمخالفين نظام الإقامة والعمل، فرصة للمغادرة لمن يبادر من تلقاء نفسه لإدارة الوافدين بلا أي عقوبة، بلا أي، لهم أكثر من إعفاء. إعفاء من بصمة مرحل، تأخذ البصمة كتوثيق ولكن يعفى من الأثار المترتب عليه المنع الخاص به، يعني يقدر يرجع بإقامة ورجعوا أكثر من 15,000 رجعوا. كذلك الإعفاء 15,000 رجعوا بإقامة، أكثر من 15,000 آسف رجعوا بتأشيرة جديدة يعني من منذ بداية المهلة. المهلة بدأت في 1/7 وأعلن عنها في 20/6 وزارة الداخلية، أعلنت عنها أنه المهلة للوافد المخالف الذي يبادر من تلقاء نفسه بمراجعة إدارة الوافدين. المديرية العامة للجوازات أتاحت أكثر من 90 موقع مع المنافذ، 60 موقع إدارة الوافدين بالمواقع الأخرى بعدد عالي يعني منافذ، لأن المخالفات كانت تنص على بعضها مباشرة يغادر عبر منافذ المملكة للقادمين تشرت حج وعمرة ومرور وزيارة، أما المخالفين لتغيب العمل والحج بدون تصريح أو متسللين يراجعون إدارة الوافدين. بفضل تعالى كان هناك عدد، يعني المجموع 758,570 شخص بما نسبة 100% من الحملة. هذول تم ترحيلهم؟ لا، تم ليس ترحيل، هذول اللي أتوا في المهلة وتم إنهاء إجراءاتهم ومنحهم تأشيرة نهائي. أنهتهم المديرية العامة للجوازات وتم منحهم على مستوى المملكة، ليس فقط الرياض، على مستوى المملكة هذا العدد. عدد كبير، مو بعدد قليل. نعم، الذين غادروا من تلقاء، الذين غادروا من هؤلاء اللي ذكرتهم لك العدد 733,341 الذي غادروا بما نسبته 96%. والباقيين 4%، اللي باقي 3.33 اللي هم 25,229 هؤلاء بمجرد انتهاء تأشيرات الخروج النهائي الخاصة بهم سوف يتم تحويل سجلاتهم إلى مطلوب الضبطهم وإيقاف خدماتهم وإعادة جميع الغرامات وبصمة مرحل عليهم، لأنهم لم يلتزموا بالشرط الأساسي أنه يبادر أنه يغادر قبل نهاية التأشيرة. ومنهم من انتهت تأشيرته تم وضع سجلاتهم، ضبط عليها إغلاق سجلاتهم ووضعهم على لائحة الضبط الميداني. جميل. نعم، أذكر لك بس خمس المهلة في نفس المهلة كانت هناك أكبر خمس جنسيات تم استفادة من المهلة الخاصة بوزارة الداخلية حملة وطن بلا مخالف. طبعا هي الحملة يسبقها اللي هو لمدة 8 شهور، كانت 8 شهور. من 1/7 حتى 25/2 بداية الإعلان عن تاريخ الحملة. الباكستانية، الجنسية الجالية الباكستانية 20%، المصرية 12%، الهندية 10%، أثيوبيا 9%، المغرب 8%. هذه الخمس جنسيات الأكثر استفادة من المهلة وتم إنهاء إجراءاتهم من قبل المديرية العامة للجوازات. بواقع 140 جنسية استفادت، جميع الجنسيات استفادت 140 جنسية.
المديرية العامة لجوزت بمختلف مناطق المملكة ذات الوفد كانت تنجز باليوم 3000 إذا قسمنا المجموع اللي هو 758 و570 كانت بواقع 3000 يوميا. كان العمل على مدار الساعة ترى حتى في الإجازة الرسمية. هذا في مختص المهلة. أنت قلت 12% منهم الجنسية المصرية، بس برجع بتصريح المتحدث الأمني قال إنه الجنسية المصرية اللي فهمنا إنه بيكون لهم استثناء 6 شهور من 25. طيب أنا أوضح لك. ودي توضح لنا لأن الموضوع صار فيه غلط يعني نغط ولبس. أنا أؤكد لك وأؤكد جميع المشاهدين سواء مقيم أو مواطن، مواطن أو مقيم، لا يوجد أي استثناء لأي جنسية من حملة وطن بلا مخالف. أي شخص مخالف سوف يتم تطبيق التعليمات بحق تعليمات نظام الإقامة عند الحدود. ولكن الجنسية المصرية مدة مهلة المهلة لهم، المهلة الخاصة بالمبادرة من تلقاء نفسهم بمراجعة إدارة الوافدين أو المراكز المخصصة لخدمتهم لمخالف نظام الإقامة بنفس الشروط السابقة. تقدمت وقعوا محضر مشترك مع وزارة الخارجية لإعطاء مهلة رعاياها. يعني 6 شهور حقتهم بدأت متأخرة مثلا نقول يعني بغض النظر متى بدأت، هي بدأت مع المهلة ولكن تقدمت سفارة بلادهم إلى الجهة المعنية بالدولة لمنحهم 6 أشهر أخرى للتمديد لإنهاء إجراءاتهم، ولكن لمن يبادر من تلقاء نفسه. أما ضبط وافد من أي جنسية سوف يتم تطبيق التعليمات بحق ولن يتم إعفاء أي شخص، هذا للتأكيد. لا بكرة يجيك واحد يقول والله المتحدث أصلا، لا، هي لمن يبادر من تلقاء نفسه. الحملة أساسا بداية المهلة أعلننا عبر منبركم كنت معكم وذكرنا ووجه المديرية العامة للجوازات تؤكد أنه لمن يبادر من تلقاء نفسه. الحملات كانت مستمرة، يعني الضبط الميداني للمخالفين كان مستمر، ولكن بدأت الحملات الأمنية المشتركة حاليا من 25 من 26/2 ولكن الضبط كان مستمر ولم يتوقف. طيب هذا استاذنك بس معنا اتصال الاستاذ خالد ابو الخير المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه اللي هي احد الجهات الحكوميه المشاركه في وشريك استراتيجي في حمله وطن بلا مخالف. استاذ خالد مساك الله بالخير. مساء الخير استاذ خالد ومساء الخير للمقدم طلال والمشاهدين الكرام. يعني بالتاكيد هؤلاء المخالفين سيحرمون المواطنين من فرص عمل بالتأكيد بتواجدهم، وآثارهم ربما سلبية حتى على الجانب الاقتصادي الجانب الأمني، وهذا اللي خلى كل الجهات تشترك لمواجهة هذه المشكلة. كيف يمكن نقول أنه سيكون آثر إيجابي ترحيل وضبط مثل هؤلاء المخالفين على أنها ستتيح المجال فعلا وفرص يعني فرص عمل للسعوديين أو حتى كذلك للنظاميين؟ من المؤكد أن وجود المخالفين في سوق العمل هو مزاحم للمواطنين. حقيقة إحنا يعني وجدنا أن هناك مخالفين، بل وجدنا مجهولي الهوية في بعض القطاعات اللي تم توطينها. وأيضا ما زلنا يعني قبل حتى الحملة نواجه مشكلة في أن هذول الوافدين يعملون في الأرصفة وهم مخالفين ويعملون في شقق، وسببوا لنا حقيقة يعني زي ما تقول مشاكل حتى مع أصحاب الأعمال نفسهم. فيعني تجد إن شاب سعودي أو صاحب عمل فتح محل ويبي يشتغل وتلقى شخص آخر مخالف يمارس دور يعني مثلا لو قلنا صيانة الجوالات أو بيع الجوالات أو غيره من القطاعات اللي وصلناها، تلقى يمارس الدور المخالف. فبالتالي هم فعلا سببوا يعني مشكلة مع ما يتعلق في يعني إعطاء الفرصة للسعوديين أنهم يمارسون العمل اللي ونمكنهم من هذه الوظائف. طبعا الوزارة حقيقة استفادت من هذه الحملة. احنا عندنا 800 مفتش، اصبح عندنا الان جميع القطاعات يشاركونا في التفتيش، اصبحنا نطلع يعني مجموعات مع هؤلاء مع هذه القطاعات. طبعا لا شك ان المخالفات اللي نضبطها سواء تكون داخل المنشاه او المخالفات اللي تكون موجوده على يعني في بعض الميادين كلها طبعا تكون بالمشاركه مع الجهات الامنيه حاليا. فنحن متأملين يعني خير كثير في أن تكون الحملة تؤدي نتائج إيجابية لبرامجنا واقتصاد المملكة، برامج التوطين واقتصاد المملكة ككل. شكرا لك سيد خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. طلال أرجع بس في قطعة حديثك وأنت تتحدث عن لغة الأرقام،
والضبط يعني اللي حدث من خلال هذه الحملة والمداهمات حتى يمكن كانت يعني لأوكار أو أماكن عمل كانوا مخالفين موجودين البيئة فيها الحاضنة البيئة الحاضنة لهؤلاء. أبغى بعد كذلك أرقام، أبغى فعلا كل ما يعني إحنا نتحدث عن فعلا في جدية وحزم في التعامل والتعاطي مع هذا الملف واضحة وجلية. أكيد. بدليل لما تتكلم عن 36 ألف تم ضبطهم في 6 أيام، هذا عدد كبير. طيب أنا أسترسلك بس بأكد على أنه الحملة السابقة اللي انطلقت عام 35 واللي هي استمرار الحملة الحالية أساسا كانت هي وزارة الداخلية ووزارة العمل. حاليا في هذه المرحلة من مراحل الحملة جميع وزارات المملكة والهيئات شريك استراتيجي وأساسي في القضاء على المخالفين في نظام الإقامة وعمل الحدود، الجميع مشاركين الجميع الوزارات حتى لو طلب الرفض الأمني في مواقعهم. وزارة الصحة معنية بالتفتيش خاص بالمستشفيات، شركات التشغيل الخاصة بالمستشفيات والعمالة الوافدة تعمل في هذه المستشفيات سواء تقوم بالتشغيل المؤسسات، كذلك وزارة التجارة معنية بقضايا التستر التجاري والأمور الخاصة بوزارة التجارة، وزارة العمل معنية بالتوطين والسعودة، كلهم فيما يخصه من عقوبات ومخالفات. جميع الوزارات شركة معنا، وزارة التعليم كذلك شركة معنا بالمدارس الخاصة وما يقوم به. لن يجد يعني التأكيد لأنه الحملة هي حملة وطن وليس حملة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية معنية بتطبيق الأنظمة الخاصة بمخالفي نظام الإقامة والعمل، كذلك كل وزارة وزارة معنية بتطبيق الأنظمة تحت ما يخصها من قطاعات خاصة بمنشآتها. على لغة الأرقام أنه الوزارة الداخلية أعلنت الأمس البيان الثاني الخاص بحملة وطن بلا مخالف، بلغ إجمالي المضبوطين 36,656 على مستوى المملكة جميع ما ليس منطقة محددة. المخالفين لنظام الإقامة منهم 22,085، نظام الحدود نظام المتسللين طبعا 6,874، نظام العمل الخاصة بوزارة العمل 7,697. من ضمن هؤلاء بلغ إجمالي المضبوطين محاولة التسلل التسلل 574، تسلل من خارج حدود المملكة إلى داخل المملكة. أما المضبوطين في اللي ذكرتهم فيهم هذول ضبطوا متسللين داخل المحافظات أو داخل لدينا من 77 منهم يمني من المخالفين. 77% من المجموع الخاص ب 574 و21% أثيوبي خاصين بالمتسللين هم 574. وهذه فعلا أكثر يعني الجنسيات بدون تحديد اي جنسيه هم جميع. لا النسب نعم هذا النسبه اللي تقول 574 خلال 6 ايام، هذا اللي باكد لك اياه يعني. خلال 6 ايام ولا خلال 6 ايام المضبوطين خلال 6 ايام هذه الجنسيتين هذا 77 و21 الجنسيتين هذه بس ما بدل القاطع انهم فقط التسلل يشمل اكثر من جنسيه. طيب خلينا نتكلم، انا عندي اكثر من جزئيه مهمه وتوقع في استفسارات حاضره في الملف. البيئة الحاضنة بالتأكيد ما في واحد مثلا تسلل إلا في أحد ساعده في ذلك، وبالتأكيد ما في يعني عامل مخالف لنظام الإقامة إلا هناك من تستر عليه. طيب وش الإجراءات والعقوبات اللي ستنال البيئة الحاضنة أيا كانت أو أي أحد كان له إسهام في أن يوجد لدينا مواطنين يعني مقيمين أو عاملين بمخالفين لنظام الإقامة أو متسللين؟ طيب أنا بأكد لك شغلة وكل المشاهدين أنه نأكد مقولة سيدي ولي العهد محمد بن سلمان أنه لن ينجو أي فاسد مهما كان لأنه قد دخل بقضية فساد. يعتبر نقل المتسللين هذا نوع من الفساد، مخالفين أي تقديم أي مساعدة من وسائل المساعدة للمخالفين هذا نوع من أنواع الفساد. يقوم بتهريب المتسللين للبلد وهو لا يعلم أنه هذا المتسلل سواء يعلم أو لا يعلم أنه هذا المتسلل ممكن يقوم بعمليات إرهابية، يقوم بغض النظر عن يعني المخالفات الاجتماعية والطبية والمخاطر، لا أمنيا نتركز على أمنيا. شاهدنا في أن مخالفين نظام الإقامة استخدموا في ضد المملكة في الإرهاب داخل المملكة. وزارة الداخلية معنية بتطبيق أنظمة إقامة العمل وأمن الحدود، نظام الإقامة وأمن الحدود والعمل، لكل مخالفة لديها عقوبة. الذي يمكن الأفراد، لاحظ الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير تصل غرامة 100,000 والترحيل والسجن 6 أشهر والحرمان من استخدام لمدة 5 سنوات.
هذا يمكن من الافراد يمكن عمالته للعمل لدى الغير، هم على كفالته لكن على صاحب العمل عند نعم واشتغل عنده نعم. بالمقابل الافراد الذين يقومون بتشغيل لدينا ترى كل مخالف عقوبه لن يكتفى فقط بصاحب العمل، انما من قام بتشغيل لو لم يجد المخالف بيئة حاضنة ويستقبل ويعطى عمل لما خالف ولا ما تصل يعني نعم تصل غرامته إلى 100,000 والترحيل إن كان وافد وسجن 6 أشهر. طبعا المخالفة ليس فقط للمواطن إنما المواطن المقيم يقوم بالمخالفة. بالمقابل لدينا مخالفات على المنشآت، المنشآت تقوم بتشغيل المتخلفين تصل إلى 100,000 والحرمان من استقلال لمدة 5 سنوات والسجن لمدة المدير المسؤول لمدة سنة. التي تقوم الحين لدينا عمالة مخالفة، لدينا متخلفين اللي هم المتسللين كذلك الذي يقوم بتشغيلهم المنشآت 100,000 والحرمان من استقلال لمدة 5 سنوات والتشهير وسجل المدير المسؤول. المديرية العامة للجوازات خلال 3 سنوات الماضية أعلنت عن 119,000 قرار إداري، القرار الإداري يشمل أكثر من مخالف وشهرنا فيهم بال. طيب ماذا عن اللي يشغلهم من الأفراد؟ بمعنى خلنا أقول لك بعطيك مثال يعني وكل شفافية، مثلا العمالة الأثيوبية الخادمات الأثيوبيات اللي في بعضهم الآن إلى وقت قريب يأجرون وعصابات ما عندهم خادمة يجيبوا لهم خادمة أثيوبية. الحين مثلا نفترض أم سليمان تبي شغالة وما لقيتهم قد مع الاستقدام وتأخر وقالت دبرونا حل يا أبو سليمان، وراح كلم أحد من ربعه قال أعرف لك أحد بيجيب لك من هالأثيوبيات الخادمات اللي يشتغلن وجابها للبيت خلها عندنا ما نشوف حل موضوعنا، هل ينالوا العقاب؟ هناك 3 أطراف الحين المخالفة، الوافد المخالف الأساسي اللي هو الخادمة تعمل الحساب الخاص، العقوبة إلى 50,000 و6 شهور والترحيل، عقوبة الخادمة الذي تعمل عند أم سليمان الآن. عقوبة صاحب العمل الذي مكن عاملته تعمل عند أم سليمان هذه نفس الأمر. يمكنها متسللة طيب. أنا بعطيك جاه هذا إذا كانت أنت ذكرت أنها لديها كيف صاحب عمل. معي؟ العقوبة 100,000 على صاحب العمل، 100,000 والترحيل للوافد إذا كان صاحب العمل وافد والسجن 6 أشهر. بالمقابل الذي قام بتشغيل الوافد هذه من 100,000 والترحيل إن كان وافد والسجن 6 أشهر والحرمان من الاستخدام لمدة 5 سنوات. لأني استخدمت العاملة المنزلية ومكنتها من العمل بغير وجه حق. إذا كانت متسللة، لاحظت كانت متسللة متخلفة، العقوبة 100,000 وسجن 2 سنين. هذا أبو سليمان بيأخذها. نعم إذا هي متخلفة ليس مخالفة لنظام الإقامة، متخلفة جاية متسللة من التي ذكرت الجنسية بأي جنسية بدون تحديد جنسيات، ترحيل إن كان وافد والتشهير والمطالبة كذلك ممكن ينقلها، أنت ضبط في توك ما جت عندك في البيت أنت ناقلها فقط ناقل من موقع لموقع وتم ضبطك من قبل جهة الضبط الميداني مصادفة وصلت المركبة كذلك والتشهير. أكد لك هالعقوبات هي المرة الأولى والمرة الثالثة ولكن تطبق بحدها الأعلى في بعض العقوبات، منها نقل المتسللين والإيواء وتقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة، ولا تقبل الكفالة، الكفالة لا تقبل في هذا الموضوع. كذلك التعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، شخص نقله 5 أشخاص نقله 20 شخص متسللين، لأن أنت تأخذ عقوبة شخص واحد، كل واحد له عليه عقوبة. طيب ماذا عن ملف إخواننا اليمنيين والسوريين اللي بإقامة زائر يعني موجودين؟ كيف بيكون؟ أنت تقصد الأشقاء اليمنيين حامل هوية زائر؟ هوية زائر وكذلك بعض السوريين اللي عندهم يعني موجودين. قادمين تأشيرة زيارة. إيه. طيب. بس هل هناك. طيب أنا أؤكد لك إنه لا يوجد أي استثناء لأي جنسية من مخالف نظام الإقامة والعمل، ولكن الجنسية السورية واليمنية لهم استثناءات خاصة من قبل وزارة الداخلية، التمديد لتأشيرات الزيارة. النظام 180 يوم من تاريخ الدخول لليمنيين السوريين حتى انتهاء أوضاع بلدانهم، هذا تسهيل من قبل وزارة الداخلية لهم وتقدير لأوضاعهم، وهذا كذلك توجيه الملك فين يتم معاملتهم وعمل كذلك خاصة. تقديم بإمكان من لديه مولود جديد أن يتم إصدار الإقامة بدون ما يحضر جواز للمقيمين لأن لديهم مشاكل، مع التعهد بإحضار جواز، كذلك عند التجديد لا يطلب الجواز، بالتعهد مع تجديد الجواز أو إحضاره، هذا شوف تسهيلين لهم. الأخوة اليمنيين كذلك تم التمديد لهم هوية زائر، أمر ملكي إنساني من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين، وتم التمديد لهم تنتهي في 23/3 ومنحوا في 26/12 تم الإعلان عن تحويل هوية زائر إلى إقامة للمستفيدين من الأمر، يعني حولت تطبق لهم عليهم الشروط. نعم تطبق عليهم الشروط وفق الشروط الخاصة بنظام الإقامة والعمل. يعني من يخالف منهم
مع هذه التسهيلات يعامل مثل معامل أي جنسية. هذا اللي أنت طيب شخص أعطي تسهيلات وسوري وسوري مثلا بتأشيرة زائر وانتهت ولا مددها مثلا يعتبر مخالف، لأن لديك أنت المستضيف إمكان يجدد لك مباشرة جميع خدمات إلكترونية. أنت بعطيك شغلة ليس فقط لليمني والسوري، حتى المواطن، أنت لديك شخص الآن بدت الحملة ولديك شخص لم يجدد إقامته، عاملة سائق خاص أي مهنة سواء للعمالة الفردية أو الفنية، نظام الإقامة والعمل شوف دائما مقترنين. وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية التي تخدم الوافدين في البلد كالجوازات الآن مدير العام الجوازات لديها خدمة أبشر ومقيم، بإمكانك تقوم بتجديد الهوية مباشرة، سداد الرسوم والغرام وتجدد. كذلك نفس الوضع في وزارة العمل، خدمات إلكترونية شريك مع لهم، بإمكانك تجدد للوافدين لديك بدون ما تراجع الجوازات، بإمكانك تنقل خدماتهم إلى شخص يقوم بتشغيل مخالف وهو على كفالتك وعلى صاحب العمل، بإمكانك تنقل كفالته مباشرة. طيب ليش تخالف والنظام مفتوح لك؟ طيب الحين واحد عنده عمالة مثلا، هو بقالة وعنده عمالة وباسمه وانتهت إقامتهم ما بعد جددها، هذا ينال العقاب مع الحملة؟ أي مخدعم هنا مخالفة انتهت الإقامة ولا جددها؟ نعم، قل قل قبل قل قبل أربع أيام انتهى الإقامة. نظام الإقامة ينص على أنه يلزم مراجعة المديرية العامة للجزء من قبل صاحب العمل قبل انتهاء الهوية وتجديدها. ودائما إعلان، ترى قبل شهر أعلن، قبل أسبوع دائما حتى في مواقع التواصل الاجتماعي نعلن لا تعتبر انتهاء الهوية نهاية الهوية، عليها غرامة تطبق المادة 61 في حال تم ضبطه، الغرامة وكذلك الترحيل. لا يتوقع أنه فقط غرامة غير رسوم الخاصة بانتهاء الإقامة. هم رسوم تأخير أنه بس في الرسوم، لا رسوم التأخير هذه اللي عند تجديد، ولكن عند عقوبة تجديد. ضبطك لما تضبط من قبل جهة الضبط الميداني وتحال معاملتك لإدارة الوافدين، لا لا هنا وضع ثاني، لديك عقوبة خاصة بنظام الإقامة اللي هي المادة 61 ألف ريال إلى حد الأعلى، الحد الأدنى منها. وترحيل العامل في بعض الأحيان تصل الترحيل. طيب في حال لم يتجاوب صاحب العمل معنا، الوافد لم يتجاوب لديه تأخير أكثر من سنة، أنت ما شاء الله طيب قلت لي ثلاث أيام، بعض المتأخرين في المهلة كان لديهم 10 سنوات لم يصدر الهوية ما جدد وعفوا منها بالأمر السامي الملكي الكريم الإنساني، عفوا منها نهائيا الوافد وعادوا مرة ثانية بتأشيرة. وهذا لما نتكلم عن المملكة الإنسانية أعطوا مدة 8 أشهر والآن تولي 36 ألف، وأعطوا مهلة أنهم يبادروا يعني تلقاء أنفسهم ولكن لم يرغبوا وفوتوا نفسهم. ما قصرنا، لا الدولة لم تقصر، يعني الدولة الله يعافيها يعني عطت مهلة وأعفت من كل ما يترتب على ذلك من عقوبات، ولكن أكيد من يعني لم يتجاوب يستحق. أنا بأكد لك بس على شغلة، أنه المديرية العامة للجزء ليس جهة ضبط ميداني، المديرية العامة للجزء تحال معاملة يتم إيقاف الوافدين المخالفين لدى المديرية العامة للسجون، تحال معاملاتهم إلى إدارة الوافدين مختلف مناطق المملكة، يتم أخذ بصماتهم مباشرة، بصمة مرحل، يتم إحالتهم إلى إدارات شعب التحقيق للتحقيق معهم، لن يكتفى بمخالفة الأول الأخير. شخص متخلف 10 سنوات لن يترك 10 سنوات، أين ذهبت 10 سنوات، جوالك باسم مين، المال اللي حولته باسم مين، لن يترك البيئة الحاضنة اللي كانت 10 سنوات تتستر على هذا الوافد، سيتم لن يكتفى التحقيق المبدئي الخاص بجهة الضبط. لدينا في المديرية العامة للجوازات العمل على مدار الساعة لإحضار المخالفين والبيئة الحاضنة وتطبيق العقوبات فيهم، لن يكتفى بالمخالف الأخير بدون استثناء. دون استثناء لا يوجد أي استثناء، شخص مقبض عليه مخالف سوف تطبق التعليمات سوف يتم بحذافيرها التعليمات، تم ضبطه مخالف برجع بدون استثناء أيا كان بعد ما يتم التحقيق معه يتم إحالته للجان الإدارية. اللجان الإدارية تنظر في المعاملة، في حال وجد بريء سوف يطلق صراحة. نحن في مملكة العدل والإنسانية، هل هو قطعي القبض؟ ليس قطعي أنه ضبط أنه سوف تكون مخالف. جميل. هذا في كل دول العالم. طيب أنا عندي سؤال أخير بس الوقت قاعد يداهمني، لكن الآن هل هناك حوافز للمبلغين عن العمالة المخالفة وكل من يتستر عليهم؟ طيب وكيف هي الإجراءات حتى المواطنين، المواطن رجل الأمن الأول، صحيح أنتم مو بحالكم بهالحملة ومع الجهات، كل المواطنين معكم شركاء، كلنا شركاء معكم، وش تبون نسوي وكيف تحفزون المواطنين ويشاركون معكم؟ أتوقع المواطن السعودي، وأكيد وليس أتوقع أنا متأكد المواطن السعودي يحتاج تحفيز
أنه يبلغ عن مخالف نظام الإقامة والعمل وضع الحدود. وزارة الداخلية أعلنت عبر موقعها الرسمي وحساباتها كذلك حسابات جميع قطاعات وزارة الداخلية والوزارة المشاركة معنا أنه خصصت رقم 1999 لتلقي البلاغات الخاصة بمخالف نظام الإقامة والعمل الحدود. كذلك هناك جميع الجهات الوزارات المعنية بتطبيق الأنظمة لديها أرقام خاصة بالتفتيش الخاصة فيها ولديها حسب ضوابطها الخاصة فيها. وزارة العمل لديها ضوابط خاصة بالمبلغين، وزارة التجارة، وزارة الداخلية تطبيق كلنا أمن كذلك 911. جميع كل قطاع ووزارة لديها رقم خاص للتبليغ يتم استخدامه، ولكن الرقم الأساسي 999 هو الخاص بمخالف نظام الإقامة والعمل ومن الحدود. شكرا لكم على هالجهود سعادة مقدم فيصل الشلهوب المتحدث الرسمي المديرية العامة للجوازات، أعانكم الله. عمل كبير طلال الشلهوب، عمل كبير قاعدين تقومون فيه. شكرا لكم مع كل الجهات الحكومية المشاركة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى المشاركة معاكم، شكرا لكم. ونتوقع رقم 36 ألف مخالف خلال 6 أيام، هذا إنجاز. لن نقف على 36، لن نقف حتى ينتهي آخر مخالف في هذا البلد، لن تتوقف الحملة حتى ينتهي آخر مخالف في هذا البلد بإذن الله تعالى. عساكم على القوة. شكرا للمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم. أهلا فيكم من جديد. تقدم أحد المواطنين في محافظة الطائف بشكوى ضد أحد مستشفيات المحافظة بسبب وفاة أحد أبنائه التوأم، حيث ذكر المواطن محمد الديابي أن الأطباء عالجوا ابنه السليم وتركوا الآخر الذي كان يعاني للموت، فيما وجه مدير صحة الطائف بمراجعة الملف الطبي للتأكد من سلامة الإجراء. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة والد الطفلين نايف الذيابي، وبيلتحق معنا إن شاء الله بعد قليل المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي. نايف حياك الله معنا، سأل الله أن يخلف لك خيرا في من فقدت من أبنائك وأن يعافي من بقي منهم ويمتع بالصحة والعافية. أبدأ معك إروينا تفاصيل قصتك وما حدث معك. حياك الله يا أستاذ خالد. القصة بدايتها كانت في مستشفى الملك عبد العزيز، رزقني الله عز وجل بتوأم أطفال. طبعا كل عارف فرحة الأب بالأبناء، وبعد الولادة ب3 ساعات تم نقل الأطفال إلى القسم الجديد بمستشفى الملك فيصل الطبي. وتوجهت المستشفى الملك فيصل الطبي، قابلت مع الدكتور الخاص بهم، سألته عن صحة الأطفال، قال الآن صحتهم جيدة. أحد الأطفال يوجد فيه صوت في صدره خفيف، اللي هذا صورته طالع الآن على الشاشة. نعم. وقال لي يوجد فيه صوت خفيف في صدره، طب إيش اللي بتسوون، إيش الإجراءات؟ قال بعد بكرة أو بكرة هنسوي فحوصات كاملة للطفل وحنتأكد إيش المشكلة في الصوت. طيب الطفل الثاني؟ قال الطفل الثاني سليم. بعد 3 أيام اتصلوا علي، قالوا المشكلة اللي كانت في صدر الطفل أنه عنده مشكلة في القلب وعنده مشكلة في الأمعاء، والآن محتاجين نسوي عملية جراحية للأمعاء. طيب إيش المشكلة؟ قال في ثقب في الأمعاء، محتاج تدخل جراحي. استقبلوا الأطباء دكتور القلب ودكتور التخدير والطبيب المعالج والاستشاري تبع الأطفال، وقعوني على أوراق وشرحوا لي الحالة وشرحوا لي الإجراءات اللي بتتخذ وطريقة العملية. وقعت على الأوراق وطلعت، أجريت العملية واتصلوا فيني وقال العملية ناجحة. طبعا هذا الطفل اللي اسمه ماهر. العملية هي المفترض أنها تعمل سلطان. طبعا تركوا سلطان، انا كل ما سالت عن الطفل الثاني ايش اللي موجود فيه، قال الطفل الثاني سليم ولا يوجد به سوى ثقب بسيط في القلب. طيب ايش حيتاخذ فيه؟ قال هو طبعا مع الايام
شهر شهرين ثلاثة شهور راح يختفي الثقب هذا اوتوماتيكي لانه ثقب طبيعي يجي مع الاطفال الخدج. ارتحنا الوضع سلطان، تابعنا اجراءات ماهر اللي هو الان حي. طيب انتهت العمليه، الوضع كيف الطفل؟ الوضع سليم. بعد 10 ايام من الولاده تقريبا الساعه 1 بالليل جاني اتصال من المستشفى يبلغني الدكتور فيه ان حضوري طارئ وانه محتاج عمليه. قلت طيب اذا كان العمليه جرائيه وعمليه طارئه سوي العمليه على بال ما انا اجيك، انا ساكن تقريبا 150 كيلو عن المستشفى. قال لي لا لازم تجي عشان توقع اوراق ومن الكلام هذا. توجهت للمستشفى دخلت تقريبا عندهم على الساعه 1:30 أو 2 قابلني دكتور واحد. الغريب في الامر انه مع اوراق نفس بعضها بس الكلام يختلف من ورقه في ورقه. هي كل الاوراق نفس الكلام ما عدا في اخر واحده من الاوراق احتماليه وفاه الطفل. طيب الطفل الان عندك له 10 ايام، كيف ما سويت له كشف؟ كيف ما سويت له فحوصات؟ كيف ما اكتشفت الثقب هذا من الاول؟ قال والله احنا نسوي فحوصات كل 6 ساعات. طيب كل 6 ساعات تسوي فحوصات والثقب الان تقول لي انه اكل كذا سنتي من الامعاء، يعني الامعاء الان تلفت. اجروا العمليه واستأصلوا الجزء التالف من الامعاء و اتصلوا، طبعا اجروا العمليه في وقتها، يعني انا وقعت الاوراق وكنت منتظر اني اجي الصباح واشوف متى يجرون العمليه. جيت الساعه 7 الصباح قال لي العمليه انتهت والطفل الان موجود في الحضانه. متى سويتوها؟ قال بعد ما وقعت الاوراق. طيب مش مشكله، ايش وضعه الصحي؟ قال وضعه الان تقريبا مستقر، شبه مستقر. طلعت اخذت يومين اتصلوا فيني بعد العشاء قال لي الطفل وضعه بدا حالته بدات تسوء وصار عنده انخفاض في الاكسجين في الدم والارتفاع وصارت حالته صعبه شويه. اتصل علي الساعة 1 في نفس الليلة رقم من عندهم من الأطباء اللي عندهم. قالوا السلام عليكم الأستاذ نايف. قلت نعم. قال لي الطفل اللي عملنا فيه العملية قبل يومين توفى. طيب أنت تقتل الطفل وتجي تبشرني فيه؟ تقتل قتيل وتمشي في جنازته؟ كيف كان طريقة إبلاغك؟ أقل شيء واسني. كيف كان طريقة إبلاغك يعني؟ هذه طريقة الإبلاغ. بهذا الشكل. هذه أيوه بهذا الشكل. اتصلت علي الدكتورة أحد الدكتورات اللي موجودة، أنا ماني عارف اسمها، الرقم موجود عندي. قالت لي الطفل اللي عملنا فيه أمس عمليات، قالت لي أنت والد الأطفال التوأم نايف التيبي؟ قلت نعم. قالت الطفل اللي عملنا فيه أمس عملية توفى قبل 10 دقائق. طيب انت جاي الان تبلغيني وتبشريني بالشيء هذا؟ يعني انتم تقتلون القتيل وتمشون في جنازته؟ يعني هذا الشيء اصلا في البدايه انت مهمله 10 ايام ما سويت له اي فحوصات. طيب اي اجراءات؟ طيب كل ما قابلتك بتقول. طيب نايف تهمني نقطة مهمة في الموضوع، أنت كيف تأكدت أنه مسوي العملية للطفل السليم وليس للطفل اللي كان يعاني؟ كيف تأكدت من هالجزئية؟ هذه هي الواضحة يا أستاذ خالد. يعني الآن لو الطفل هذا كان عنده مشكلة أصلاً، أنت الآن تسوي فحوصات للأطفال الاثنين وملفهم واحد. لو كان الطفل هذا عنده مشكلة من البداية كان أنت اكتشفتها، أنت اكتشفت المشكلة لكن أنت عملتها في الطفل الثاني. والآن أنت ما أنت راضي تبرر لي وتشرح لي السالفة، وكل ما قابلت الطبيب إيش المشكلة الصحية الموجودة عندهم؟ قال والله أنا ماني عارف أشرحها لك بالعربي. يقول انا ما اعرف اشرح لك بالعربي، يعني هذا عذر اقبح من ذنب. طيب نايف خليك معانا. خليك معايا، انا بعطيك مساحتك، بس خلينا نسمع الشؤون الصحيه بمحافظه الطائف ايش سووا في الموضوع، واكيد بخليك اعطيك مساحه اذا كان عندك مداخله معهم. معي الاستاذ عبد الهادي الربيعي المتحدث الرسمي صحه الطائف. عبد الهادي مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير انت واستاذ المشاهدين. ابدا معاك على عجاله، يعني انت سمعت معاناته وقصه نايف، يبقى التساؤل واضح، يعني هناك هو يتهم ان هناك قصور في 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 التعامل مع حاله ابنيه التوام، خاصه يعني ويلقي بالملامه على الاطباء وعلى الكادر الطبي لتعامل مع حاله ابنيه، لم يكن هناك وضوح من البدايه في اشعاره بحالتهم الصحيه، طريقه ابلاغه، طريقه المتابعه، وسمعت معاناته، تعليقك. أنا والله الصوت ما كان واضح لي بالنسبة لوالد الطفلين، ولكن أنا أتقدم للأخ نايف وأسرته الكريمة بخالص العزاء، ولكن أستغرب للأمانة هذه الاتهامات بحق الشؤون الصحية، رغم أنه الأخ نايف كان متواجد أمس في الشؤون الصحية وكان مقتنع بجميع الإجراءات اللي تمت. ما أود إيضاحه بشكل يعني مختصر، هو ما أثير في وسائل الإعلام بأن هناك خطأ وهناك طفل سليم وآخر يعاني من اعتلالات صحية وأنه تم إجراء عملية للطفل الصحيح، وطبعا جميع ما ذكر غير صحيح نفسا وتفصيلا. الطفلين ولدوا بعمر 35 أسبوع يعانوا من هي مشاكل خلقية جدا كبيرة تصب في القلب للطفلين، انقلاب في الأحشاء، المعدة، الطحال، الكبد، هذه مشاكل صحية طبيا هي تبع حياة الطفلين عندها. لم يكن هناك طفل سليم وآخر ويعاني من عيوب خلقية، يعني الطفلين الاثنين يعانون من عيوب خلقية، يعني يقول عيوب خلقية قادمة وقصد انه تجعل حياتهم على المحطة. طيب عبد الهادي خليك 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 معي عبد الهادي، خليك معي، انت قلت تستغرب انه يثير الموضوع يعني الاخ نايف، معليش يعني يبقى انه فلذة اكباده وابنائه من الطبيعي ان يتحدث ويوصل صوته حتى لو كان قاعد معكم قبل شوي الرجل، ونحن بس انا بعطيك مساحه يعني حتى تجيب على ونحن، خليني اخلي اللي يرد على عليك هو نايف مش انا. نايف سمعت ايش قال، عطني ردك. الاخ عبد الهادي، انا كنت قبل يومين عندك بمشكله انك انت صرحت تصريح انه المرض هذا وراثي في العائله، وكنت انا متواجد عندك في المستشفى عشان استفسر منك مساله الكلام، انك تقول انه هذا مرض وراثي في العائله وعندهم مشكله بين الزوجين، ووضحت لنا الامر، وهذه برضو فيها مشكله ثانيه، ان المشكله تكون بين الزوجين، هذا كذا حتفرق بين زوجين، والحاله النفسيه للام تعبانه، والحاله النفسيه لي انا شخصيا انا ضايع، يعني لا لاحظت منكم اي اتخاذ اجراءات، وفي مشاكل كثيره صايره في القضيه دي. طيب عبد الهادي. نعم تفضل، بس نعم. الوقت قصير، عطني ردك الاخير. طيب احنا وضحنا للاخ نايف ما المقصود به، هو تقييم الاطباء المبدئي انه الاشكالات والعيوب الخلقيه بهذا الشكل هي نتاج يعني جينات، ربما يتوقع الاطباء جينات بين الزوجين، ربما يعني ما في شيء قطعي حتى تتحدثون عن عقوب عن انها يعني اشياء وراثيه وخلقيه يعني. ايوه عزيزي، الان الملف اللجنه قيد التحقيق، ولكن الواضح مبدئيا وطبيا انه الطفلين يعانون من مشاكل وعيوب خلقيه صعبه جدا تضع حياتهم على المحك بدون خطا طبي. طيب شكرا يعني الوقت انا الوقت ضيق عندي اخوي عبد، اسمح لي، عندما اتحدث عن الطفلين يعانون من ثقوب في القلب متعدده، انقلاب في الاحشاء، الكبد، الطحال، المعده، ماذا تتوقع وضعهم الصحي؟ وضعهم الصحي ليس بالسهوله، هذا ما ورث ما ورث. طيب شكرا لك عبد الهادي الربيعي، بس انا حتى ابقى تساؤل واوجه لك واختم معك اخوي نايف و أترك لك المساحة الأخيرة، هل كانوا معاك واضحين من البداية؟ أنت تقول واحد منهم كان سليم والثاني كان هو التعبان، واللي سووا له العملية هو السليم وتضرر، وهذا اللي صار. هل الكلام اللي قالوه هل كانوا هم معاك واضحين في التعاطي مع القضية من بدايتها؟ أترك لك الرد الشافي. الأخ خالد، الموضوع
ما كانوا واضحين فيه من البداية، لأنه كان في نقل من مستشفى فيصل مستشفى عبد العزيز إلى مستشفى الملك فيصل، مجمع الملك فيصل الطبي، فما كان في حتى أجهزة للكشف، ولا كان الحضارة ما كانت مستعدة لاستقبال الأطفال، ولا كان في كشف، وتأخر الكشف تقريبا يومين، وبعد انتهاء الكشف قالوا إن واحد من الأطفال يوجد فيه ثقب بسيط، والثاني عنده مشكلة بس في القلب بس هنا محتاج عملية، والآن أنا أطالب من هذا المنبر بنقله. ايه وش طالب فيه؟ خليني اختم معك، وقتنا وقتنا انتهى، بس وش طالب فيه؟ انا طالب الان بنقل الطفل الحي الموجود الان في المستشفى، له 30 يوم مهمل لا علاج ولا غيره، هو جالس في المستشفى ايش يسوي فيه؟ اذا كان انت ما عندك امكانيه علاج انقله مستشفيات متخصصه في المملكه او خارج المملكه. شكرا لك نايف. وزاره الصحه وفرت، الدوله وفرت لوزاره الصحه مبالغ ماليه كبيره. شكرا لك نايف، صوتك وصل. وأنا أخوك نايف الذيابي والد الطفلين. بس تبقى نقطة مهمة جدا، حتى في رد وتعقيب وزارة الصحة أو متحدث وزارة الصحة اللي كان معنا قبل شوي، يعني الرجل يعني عنده قضية واضحة من البداية، لم يكن معه وضوح من الفريق الطبي في إخباره عن تفاصيل ابنيها التوأم اللي جوه، وأن حالتهم الصحية فيها كذا وكذا. الرجل ما كان يدري ولا يدري عن أشياء كثيرة، والتعاطي وإخباره مع قضيته كان سلبي جدا. فأتمنى بس أنه يلبى طلبه، حتى كذلك ابنه يعني السليم الباقي، أنه يتم نقله المستشفى متخصص، أن يعطى رعاية يعني حتى لا يفقده مثل ما فقد الآخر، إن كان بإذن الله هناك أمل في أن يتم علاجه. شكرا لكم مشاهدي الكرام، وقتنا داهمنا. بكرة إن شاء الله لنا لقاء مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. بعد الفاصل يحيى الأمير ينتظركم في أهل الليلة. في أمان الله.